أكد الدكتور القس أندريا زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بيقوم بمساعي جادة في خدمة الأسر الأكثر احتياجا ومساندة الدولة المصرية. أيضا ثمن رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية إقرار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي متوقع مستقبل أفضل للعمل التنموي في مصر. وأعرب الدكتور القس أندريا زكي عن اعتزازه بالتجربة الرائدة التي جمعت بين مؤسسات العمل الأهلي والقطاع الخاص ومؤسسات الدولة. أيضا أشاد بدور الدولة المصرية في دعم العمل التنموي من خلال مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي الذي وافق عليه بالفعل مجلس النواب مؤخراً.